بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنعمل wrap up كده للاكسترنال كاروتيد ارتري، بما انه من اصعب الارتريز اللي موجوده عندنا في الهيد والناك. فانا عارفه ان احنا شرحناه، بس هنعمل ريفيجن سريع على الاكسترنال كاروتيد ارتري بالبرانشز بتاعته، عشان هو اتس فيري امبورتنت. الحقيقه الاكسترنال كاروتيد ارتري المفروض ان ده اتفقنا ان هو اسمه external carotid، علشان هو بيغذي الستركتشرز اللي بره البرين، او اللي هي ان كانت الستركتشرز بتاعت النك او الهيد اللي بره البرين هو مسؤول عنهم، فلذلك سميناه external carotid. والانترنال سميناه internal عشان كده، المفروض عشان داخل جوه البرين. يعني المفروض ان الاكسترنال carotid بدا عند الابر بوردر اوف ثايرويد كارتليج as one of the two terminal branches of the artery main، ده اللي هو الكومن كاروتيد. وتاني بسرعه كده، الكومن كاروتيد ده one of the three branches of aortic arch. طيب يبقى انا عندي كومن كاروتيد انقسم الاكسترنال وانقسم الانترنال عند الابر بوردر اوف ثايرويد كارتليج. طيب هو الابر بوردر اوف ثايرويد كارتليج ممكن تتسال ايه؟ ممكن تتسال ايه الفيرتبرال ليفل بتاعه؟ الفيرتبرال ليفل بتاعه هو الديسك ما بين C3 و4، يبقى ده الابر بوردر اوف ثايرويد كارتليج كورسبوندنج لايه من ورا؟ الابر ديسك، الديسك ما بين ال 3 و 4، سي 3 و 4. طيب انتهى فين؟ دخل جوه جلاند هنا اسمها باروتيد جلاند behind the neck of the mandible، وعمل ديفيجن لاثنين برانشز، اللي هو السوبرفيشال تمبورال اللي احنا اتفقنا برضو قبل كده، هو ده اللي بتسمع البلسيشنز بتاعته وانت نايم، والماكسيلاري اللي هيخش التريجو بالاتاين فاس. يبقى هو الاكسترنال كاروتيد دخل الباروتيد جلاند انقسم لتو تيرمينال برانشز، سوبرفيشال تمبورال وماكسيلاري. هو علاقته ايه الاكسترنال كاروتيد بالانترنال كاروتيد؟ الاكسترنال كاروتيد اهو قدام وميديال، يبقى انترو ميديال للانترنال كاروتيد ارتري. يبقى الاكسترنال كاروتيد علاقته ايه بالانترنال كاروتيد؟ انترو ميديال. الريليشنز بتاعت الاكسترنال كاروتيد، احنا عندنا سوبرفيشال ريليشنز وديب ريليشنز. السوبرفيشال احنا اتفقنا 3 2 1 1، دي خطه 3 2 1 1 اللي احنا قلناها قبل كده في المدرج. ايه الثلاثه ماسلز؟ ستيرنوماستويد، ستيرنوماستويد وبوستير بيلي اوف دايجاستريك وصاحبتها اللي هي الستايلو هايويد ماسل. يبقى الثري ماسلز اللي هم ايه؟ ستيرنوماستويد والبوستير بيلي اوف دايجاستريك وصاحبتها اللي هي الستايلو هايويد، واثنين فينز اللي هم مين ومين؟ اللي هم فيشال ولينجوال، وان نيرف احنا اتفقنا ان في كاركترستيك نيرف قدام الكاروتيدز قدام اللينجوال ارتري اللي هو هايبوجلوسال نيرف، والجلاند اللي هو بيخش جواها وبيقسمها او بيبقى جواها، فبقى في جزء من الجلاند سوبرفيشال وجزء ديب، ولذلك الجلاند دي هلاقيها سوبرفيشال اكسترنال كاروتيد وهلاقيها في نفس الوقت ديب. يبقى الاكسترنال كاروتيد ريليشنز 3 ماسلز 2 فينز 1 نيرف 1 جلاند، 3 ماسلز ستيرنوماستويد بوستير بيلي اوف دايجاستريك اند ستايلو هايويد، 2 نيرفز اللي هم مين ومين؟ اللي هم الفيشال واللينجوال، والمفترض الفيشال اهو طبعا واللينجوال، والمفترض ان انا عندي كمان واحد نيرف اتفقنا ان في نيرف فيري كاركترستيك انه بيعدي على الكاروتيدز وكمان على اللينجوال ارتري اللي اسمه لينجوال نيرف، اللي اسمه هايبوجلوسال، سوري اسمه هايبوجلوسال. وبعد كده وان جلاند اللي هي الباروتيد جلاند، احنا اتفقنا برضو ان هو دخل الباروتيد جلاند، اذا بقى في جزء من الجلاند سوبرفيشال للارتري وجزء ديب للارتري. احسن تتشرح على دي. المفترض ان انا عندي ادي الجلاند اللي اتفقنا ان الاكسترنال كاروتيد هيخش، فبقى عندي ديب واحد جلاند، وعندي ايه الماسلز؟ احنا اتفقنا ان الاكسترنال كاروتيد مريح على الفارينكس، فهو الماسلز اوف ذا فارينكس كونستريكتورز، وعندي اتنين ستايل، ستايلو جلوسس اند ستايلو فارينجيس. يبقى العضلات ايه؟ الفارينجيه اللي هي الكونستريكتورز والحاجات اللي معديه عليها اللي هي الستايلو جلوسس اند ستايلو فارينجيس. طيب وايه كمان؟ وبعد كده عندي الجلوسو فارينجيال نيرف واتنين فارينجيال تاني، فارينجيال برانش اوف فيجس. يبقى انا بس بفتكر معظم الديب ريليشنز بتاعه الباروتيد جلاند بايه؟ بفتكرها بالفارينكس. انا عندي ديب كونستريكتورز اوف ذا فارينكس، وعندي ستايلو فارينجياس وستايلو جلوسوس، وعندي جلوسو فارينجيال وفارينجيال برانش اوف فيجس، فمعظمه حاجات ليها علاقه كلها بالايه؟ بالفارينكس. الديب ريليشنز للاكسترنال كاروتيد ارتري احسن تتريح على دي صوره فيها الكومن كاروتيد اهو،
وادي الاكسترنال كاروتيد وادي الانترنال كاروتيد، بيوريك ازاي ممكن يعمل ليجيشن للكومن كاروتيد ارتري، ليجيشن للاكسترنال كاروتيد ارتري، وليجيشن للانترنال كاروتيد ارتري. برانشز اتفقنا ان احنا في طريقتين ممكن نحفظ بيهم البرانشز، اللي هم سم American ladies find our pyramids so marvelous. Some American ladies find our pyramids so marvelous. ايه دول؟ اللي هم some اللي هي superior thyroid artery، American اللي هو ال ascending pharyngeal، ladies lingual، find facial، our occipital، pyramids posterior auricular، so marvelous اللي هما superficial temporal والmaxillary. دي الطريقة العادية. في طريقة تانية ان انا بحفظ ان بيطلع من ال anterior aspect زي ما قلنا، نحط ثلاث صوابع قدام الفيس، واحد رايح للفيس شخصيا اللي هو facial artery، واحد في النص اللي هو lingual artery اللي رايح للتانج، واحد نازل على تحت اللي هو superior thyroid. يبقى انا عندي من تحت لفوق superior thyroid ولingual وfacial، دول اللي طالعين من ال anterior aspect، وعندي اتنين من البوستيرير اسبكت اللي هما الاوكسيبيتال والبوستيرير اوريكولر، وعندي واحد من الميديال اسبكت اللي هو الاسندنج فارينجيال، واتنين تيرمينال اللي هما الماكسيلري والسوبرفيشال تمبرال. يبقى في طريقه تانية ان انا عندي تلاتة من الانتير اسبكت اللي هما سوبير ثايرويد ولينجوال وفيشل، واتنين من ورا بوستيرير اسبكت اللي هما اوكسيبيتال ان بوستيرير اوريكولر، وعندي واحد من الميديال اسبكت اللي هو الاسندنج فارينجيال، والاثنين التيرمينال اللي هما السوبرفيشال تمبورال اند ماكسيلري. احنا عندنا ثلاثة برانشز بيطلعوا من الانتيرير اسبكت بتاع الاكسترنال كاروتيد. طب نفتكرهم كده مع بعض تاني، اللي هما ايه؟ اللي هما ايه؟ اللي هما السوبير ثايرويد ارتري، اللي هما السوبير ثايرويد ارتري واللينجوال ارتري والفيشيال ارتري. واحد زي ما قلت من تحت لفوق سوبيرو ثايرويد ولينجوال وفيشيال، هنعمل كوريليشن ما بينهم وما بين الهايويد بون. السوبيرو ثايرويد دي تحت، يبقى السوبيرو ثايرويد تحت الهايويد بون. طب مين اللي قدام الهايويد بون؟ لا يطلع اللينجوال. طب مين فوق؟ فيشيال. يبقى انا زي ما قلت من تحت لفوق سوبيرو ثايرويد ولينجوال وفيشيال، اللي تحت الهايويد بون هو السوبيرو ثايرويد اللي هو تحت خالص، واللي قدام الهايويد بون اللي هو اللينجوال، واللي فوق اللي هو الفيشل. طيب يبقى السوبير ثايرويد ارتري ده بيطلع من الانتيرير اسبكت اوف اكسترنال كاروتيد بيلو الهايويد بون، بيلو ذا ليفل اوف هايويد بون، بيمشي داونورد بيبقى ديب للانفرا هايويد ماسلز. يبقى اول حاجه المفروض ان هو بيلو الهايويد بون وبيمشي ديب للانفرا هايويد ماسلز. هو ليه هدف؟ عايز يوصل فين السوبير ثايرويد ارتري يا جماعه؟ عايز يوصل للأبيكس of thyroid gland. يبقى هو طلع من الانتير اسبكت اهو، المفترض ان انا عندي الانفراهيويد ماسلز هيمشي ديب ليها، وصل للأبيكس. ما ينفعش تنسى معلومه تقول لي اصل انا رميتها في موديول بقى 205 ولا whatever الموديول. لازم تحط في دماغك دايما ان السوبير ثايرويد ارتري از accompanied باي ا نيرف، ما ينفعش تنساه ده، لازم تحفظه زي اسمك لحد ما تتخرج، ان السوبير ثايرويد ارتري اكومبانيد بنيرف اسمه اكسترنال لارينجيال نيرف. يبقى انا عندي السوبير ثايرويد ارتري والكوريليشن ما بينه وما بين الاكسترنال لارينجيال نيرف ما ينفعش تنساها. طيب المهم اتفقنا ان هو باس ديب للانفرا هايويد ماسلز عشان يوصل للابيكس اوف ذا جلاند. يبقى احنا عايزين نتكلم على البرانشز بتاعه السوبير ثايرويد ارتري. اول حاجه هو طلع بيلو ذا ليفل اوف هايويد بون، ادي الهايويد بون وهو طلع بيلو ذا ليفل اوف هايويد بون، اذا هيديني ايه؟ انفراهيويد برانش، وهيديني سوبيرور لارينجيال برانش، والسوبيرور لارينجيال ده بيرس الكريكو بيرس الثايروهيويد ممبرين. يبقى انا ماشيه من فوق بالترتيب، اديت انفراهيويد، اديت سوبيرور لارينجيال، وانا في سكتي قابلت الاستيرنوماستويد اديتها، واخر حاجه اديت كريكو ثايرويد. يبقى اديت انفراهيويد، سوبيرور لارينجيال، استيرنوماستويد اند كريكو ثايرويد. ادي الاسترنوماستويد برانش اهو، وادي السوبير ثايرويد ارتري. تاني ادى ايه؟ ادى انفرا هايويد ارتري، ادى سوبير لارينجيال ارتري، ادى الكريكو ثايرويد، وادى الاسترنوماستويد. طيب الجلانديولار برانشز بتاع السوبير ثايرويد ارتري ده، ادت طبعا الابر ثيرد اوف ذا لوب بتاع الثايرويد،
والأبر هاف اوف إيثموس. طيب التاني ايه؟ الأبر هاف اوف ذا إيثموس والأبر ثيرد اوف ذا لوب اوف ثايرويد جلاند، طبعا اللور بارت سبلايد بالانفيرو ثايرويد ارتري. طيب المفروض ان الانتيريور برانش جه كده، ادى انتيريور برانش، الانتيريور برانش المفروض اناستوموز وذ ايتس فالو اون ذا اوبوزيت سايد، يبقى ادي انتيريور برانش عمل اناستوموز وذ ايتس فالو، انما البوستيريور عمل ايه؟ اناستوموز والانفير ثايرويد ارتري. تاني جه السوبير ثايرويد هنا اتقسم لانتيريور برانش وبوستيريور برانش، الانتيريور برانش اناستوموز وذ ايتس فالو اون ذا اوبوزيت سايد، البوستيريور عمل اناستوموز مع الانفير ثايرويد ارتري. شخصيا يعني اند اوف داي اللي يهمني في الموضوع ده ان الجلانديولار برانش سبلايد ايه؟ الابر ثيرد اوف ذا لوب اوف ثايرويد جلاند اند ابر هاف اوف ذا ايثموس. اللينجوال ارتري ده ديبيتابل وملخبط ناس كتير. طيب ناخده حته حته كده وبالراحه علشان نفتكره مع بعض. انا عندي ارتري اسمه لينجوال ارتري، تاني ده الاكسترنال كاروتيد، ثلاثه برانشز، اول برانش سوبير ثايرويد وده نازل على تحت ملناش بقى دعوه بيه، والمفترض ان انا عندي اللينجوال ارتري اهو، ادي اللينجوال ارتري. اللينجوال ارتري ده المفروض طلع من الانتير اسبيكت اوف اكسترنال كاروتيد قدام الجريتر هورن اوف هايويد بون، يعني هو ده اللي ظهر قدام الهايويد بون. طيب المفروض قدام الهايويد بون على الفانكس يا جماعه، يعني انا لما اشوف اللينجوال ارتري هو والفيشال ارتري كده كاركترستيك لوك عليهم، هما الاثنين ظهروا على الفانكس، فبقى عندي اهو لينجوال ارتري على الفانكس وفيشال ارتري الاثنين ظهروا على الفانكس. طيب تاني انا عندي ادي اللينجوال ارتري اهو كبرناه، المفروض على الفارنكس، فين بقى على الفارنكس؟ على الميدل كونستريكتور اوف ذا فاركس، على الميدل كونستريكتور اوف ذا فاركس. معلش نفتكر مع بعض، انا المفروض ان انا عندي ادي الهايو جلوسس ماسل وادي الجينيو جلوسس ماسل، مغطي الهايو جلوسس هنا العضله اللي اسمها مايلو هايويد، يبقى انا عندي ثلاثه لايرز الماسلز بتاعه الفلور بتاع الماوث من بره لجوه، مايلو هايويد وراه هايو جلوسس وراه جينيو جلوسس، من ورا عندي الميدل كونستريكتور. اذا اللينجوال ارتري طلع من الانتير اسبيكت اوف اكسترنال كاروتيد، عمل كاركترستيك لوب على الميدل كونستريكتور قدام الجريتر هورن اوف هايويد بون. للمره ال 5000 او ال 5100 الكاروتيدز اند لينجوال ارتري عنده في نيرف عنده كاركترستيك فايندينج which passes قدام الكمان كاروتيد والهايبوجلوس واللينجوال اللي هو مين؟ الهايبوجلوس. يبقى الهايبوجلوس النيرف بيعدي قدام الكاروتيدز وبيعدي اللينجو قدام اللينجوال، وده المفروض الكاركترستيك بتاعه، يعني انا حتى ما بشوفه في المشرحه بعرفه منين الهايبوجلوس بيعدي على الكاروتيدز. يبقى احنا عندنا لينجوال ارتري ظهر قدام الجريتر هورن اوف هايويد بون على الميدل كونستريكتور اوف ذا فاركس. عندي بقى العضله اللي اسمها هايو جلوسس دي قسمت لي اللينجوال ارتري ده لتلات اجزاء. طيب ايه التلات اجزاء؟ الفيرست بارت، السكند بارت، ثيرد بارت. معلش تاني اورينتيشن، هنا المفروض مايلو هايويد وبعد كده هايو جلوسس وبعدين في الاخر جينيو جلوسس، ورا هنا الفارنكس. اللينجوال ارتري ظهر على الميدل كونستريكتور اوف ذا فارنكس. طيب ده انه بارت، اكيد ده الفيرست بارت، فجت الهايو جلوسس دي قسمت لي الارتري لتلات اجزاء. طيب معلش قبل ما اشوف التلات اجزاء انا محتاجه ابص على الهايو جلوسس كده بصه متانيه. ادي الهايو جلوسس، يعني هي عضله جايه من الهايويد بون راح لحد التانج، ليها بوستيريور بوردر وليها انتيريور بوردر، الانتيريور بوردر اللي ناحيه المندبل والبوستيريور بوردر اللي هو من ورا اللي ناحيه الفانكس ده. طيب نرجع لموضوعنا اللي هو اللينجوال ارتري، جت ست هاي جلوسس دي قسمت اللينجوال ارتري لتلات اجزاء، جزء ورا اللي هو الفيرست بارت، جزء ديب للهاي جلوسس ده السكند بارت، جزء على الجينيو جلوسس ده الثيرد بارت. تاني جت الهاي جلوسس قسمت ال لينجوال ارتري لتلات اجزاء، جزء فيرست، جزء سكند، جزء ثيرد. الجزء اللي على الميدل كونستريكتور اللي عند البوستير بوردر بتاعتها ده فيرست بارت، طب الجزء اللي ديب ليها ده السكند، طب الجزء اللي انتير بوردر ليها على الجينيو جلوسس من قدام ده ثيرد بارت. طيب يبقى بالراحه كده الفيرست بارت اوف لينجوال ارتري ظهر من الاكسترنال كاروتيد، عمل كاركترستيك لوب على الميدل كونستريكتور، كروست بالهايبوجلوسال نيرف. ثلاث معلومات، ظهر من الاكسترنال كاروتيد عند الهايويد بون،
على العضلة اللي اسمها ميدل كونستريكتور كروسد باي هايبو جلوسال نيرف. تاني بارت ديب للهايو جلوسوس وسوبرفيشال للميدل كونستريكتور. ادي الهايو جلوسوس وادي الميدل كونستريكتور وادي السكند بارت. ادي اللينجوال ارتري ده اهو وادي الهايو جلوسوس. الثيرد بارت اهو عند الانتيريور بوردر اوف هايو جلوسوس مصل. ادي السكند عند الانتيريور بوردر اوف هايو جلوسوس مصل. المفروض ان هو كروسد بالهايبو جلوسال نيرف، واحنا قلنا الحكايه دي قبل كده ان هو كروسد بالهايبو جلوسال نيرف. طيب الفيرست بارت اهو اللي هو على الميدل كونستريكتور وعمل كاركترستيك لوب وكروس ذا بيل هايبوجلوسال نيرف، اداني برانش اسمه سوبرا هايويد ارتري. ادي السوبرا هايويد ارتري هيميت اتس فيلو بتاع السوبرا هايويد من الناحيه الثانيه. يبقى الفيرست بارت اداني برانش واحد اللي هو فيرست بارت اداني برانش واحد اللي هو مين؟ السوبرا هايويد ارتري. طيب السكند بارت اداني تو برانشز اللي هما الدورسال لينجوال. السكند بارت اللي هو ديب للهايو جلوسس مصل اداني اتنين دورسال لينجوال. طب الدورسال لينجوال دول هيسبلاي ايه؟ البوستيرير بارت بتاع التانك. امشي مع الثيرد بارت اللي هو عند الانتيريور بوردر بتاع الهايو جلوسس، مشي على الجينيو جلوسس، ادى طبعا سب لينجوال ارتري للسب لينجوال ساليفري جلاند. طيب ادى sublingual artery للsublingual salivary gland. طب هو شخصيا كمل كايه؟ كديب artery of the tongue. ده هيدي التيب والانتيريور بارت of the tongue. فبقى عندي الدورسال لينجوال اللي من السكند بارت عمل supplying للposterior part of the tongue، والثيرد بارت كمل كديب artery او deep lingual artery of the tongue عشان يسبلاي الانتيريور بارت بتاع التونج. يبقى الفيرست بارت عمل characteristic loop على الميدل كونستريكتور عند الليفل اوف هايويد بون كروس دبل هايبو جلوسال وده سوبرا هايويد ارتري. السكند بارت ديب للهايو جلوسس ادى اتنين دورسال لينجوال للبوستير بارت اوف ذا تانج. الثيرد بارت عند الانتيرو بوردر اوف هايو جلوسس مشي على الجينيو جلوسس ادى سب لينجوال ارتري وهو كمل ديب ارتري اوف ذا تانج. الديب ارتري اوف ذا تانج ده سبلاينج التيب والانتيرو بارت اوف ذا تانج. بسرعه كده التانج سبلايد بايه؟ dorsal lingual artery اللي هو branch من second part، deep artery of the tongue اللي هو branch من third part of a whole continuation third part of lingual artery. facial artery احنا هنتكلم على facial artery in the neck. اتفقنا ان facial artery واللingual artery ظهروا على الفارينكس. طيب facial artery فوق اللingual artery، اذا facial artery المفروض superficial للسوبير كونستريكتور والميدل كونستريكتور. بس ما ننساش فكرة ان الفيشال واللينجوال دول ظهروا على الفارنكس، حطها في دماغك طول الوقت عشان ما تنساهاش، ظهروا على الفارنكس. اذا هو سوبرفيشال للسوبيريور والميدل كونستريكتور. طيب هو عايز يخش الترينجل ده اللي هو الدايجاستريك ترينجل، عدى ديب للعضلة دي اللي هي البوستير بيلي اوف دايجاستريك وصاحبتها اللي ماشية معاها طول الوقت اللي هي ستايلو هايويد. طيب يبقى اول كورس الفيشال ارتري ده upper branch من الانتيريور اسبكت اكتر حاجة فوق الجريتر هورن اوف هايويد على السوبير والميدل كونستريكتور. طب ديب لمين؟ ديب للبوستير بيلي اوف دايجاستريك. المهم ظهر جوه الدايجاستريك تريانجل اهو اللينجوال ارتري ده ديبيتابل وملخبط ناس كتير. طيب ناخده حتة حتة كده وبالراحة علشان نفتكره مع بعض. انا عندي ارتري اسمه لينجوال ارتري، تاني ده الاكسترنال كاروتيد، تلاتة برانشز، اول برانش سوبير ثايرويد وده نازل على تحت ملناش بقى دعوه بيه، والمفترض ان انا عندي اللينجوال ارتري اهو. ادي اللينجوال ارتري. اللينجوال ارتري ده المفروض طلع من الانتيرير اسبيكت اوف اكسترنال كاروتيد قدام الجريتر هورن اوف هايويد بون، يعني هو ده اللي ظهر قدام الهايويد بون. طيب المفروض قدام الهايويد بون على الفارنكس يا جماعه، يعني انا لما اشوف اللينجوال ارتري هو والفيشال ارتري كده كاركترستيك لوك عليهم، هما الاثنين ظهروا على الفارنكس. فبقى عندي اهو لينجوال ارتري على الفارنكس وفيشيال ارتري الاثنين ظهروا على الفارنكس.
تاني اهو curves عند ال lower border of the mandible عند ال antero inferior عشان يخش يكمل الكورس بتاعه في النك. فانا لازم افتكر طول الوقت ان ال facial artery له specific course في النك و specific course في الفيس. ال branches of facial artery المفروض ال facial artery هيدي tags، انا بحفظها كده tags، T for tonsillar عشان يدي ال palatine tonsil، تا A ascending palatine عشان يروح للسوفت palate، وجلانديولر طبعا هو معدي على submandibular gland فهيديها، وفي الاخر هنا هيدي submental. يبقى هيدي tags، ايه tags ده؟ تا tonsillar for palatine tonsil، A ascending palatine for soft palate، G glandular for submandibular، S for submental artery. طيب الفيرست بارت اهو اللي هو على الميدل كونستريكتور وعمل كاركترستيك لوب وكروس ذا بيل هايبوجلوسال نيرف، اداني برانش اسمه سوبرا هايويد ارتري. ادي السوبرا هايويد ارتري هيميت اتس فيلو بتاع السوبرا هايويد من الناحيه الثانيه. يبقى الفيرست بارت اداني برانش واحد اللي هو فيرست بارت، اداني برانش واحد اللي هو مين؟ السوبرا هايويد ارتري. طيب السكند بارت اداني تو برانشز اللي هم الدورسال لينجوال. السكند بارت اللي هو ديب للهايو جلوسس ماسل اداني اتنين دورسال لينجوال. طب الدورسال لينجوال دول هي سبلاي ايه؟ البوستيرير بارت بتاع التانك. امشي مع الثيرد بارت اللي هو عند الانتيريور بوردر بتاع الهايو جلوسس، مشي على الجينيو جلوسس، ادى طبعا سب لينجوال ارتري للسب لينجوال ساليفري جلاند. طيب ادى سب لينجوال ارتري للسب لينجوال ساليفري جلاند، طب هو شخصيا كمل كايه؟ كديب ارتري of the tongue. ده هيدي التيب والانتيريور بارت اوف ذا تانج. فبقى عندي الدورسال لاينج لايه؟ طبعا هو عدى على الماستويد فداها، وبما ان ده الماستويد يبقى لازم يدي الاسترنو ماستويد، وعدى على الدايجستريك فهيديها، وصاحبتها الستايلو هيود معظم البرانشز بتاعته ماسكولار. ادى بقى كل العضلات اللي عدى عليها، ايه العضلات اللي عدى عليها؟ استرنو ماستويد، وهنا البوستير بيلي اوف دايجستريك، وعندك كمان الستايلو هيود اللي ماشيه معاها، وعندك كل البرانشز اللي هتعدي ماسكولار، كل المسلز اللي هيعدي عليها هيديها. طيب اهم من الكلام ده ان انا عندي بيدي ارتري اسمه ستايلوماستويد ارتري في تلتين الناس. يبقى انا عندي اهم برانش منهم الستايلوماستويد ارتري في تلتين الناس. يبقى دي الاوكسيبيتال بوستير اسبيكت along lower border of posterior belly of digastric deep للماستويد posterior part of the scalp. ادى طبعا الماستويد بما انه عدى عليها الاسترنوماستويد posterior belly of digastric stylo hyoid، كل ده كلام جميل، بس اهم برانش منه اللي هو الستايلوماستويد ارتري في تلتين الناس. البوستير اوريكولر، ادي البوستيرير اوريكولر ارتري، وادي البوستير بيلي اوف دايجستريك بقى لايف عندنا، الاوكسيبيتال along lower border، وادي البوستير اوريكولار along the upper border of posterior belly of digastric. طبعا بوستير اوريكولار راح فين؟ ورا الارك. هيدي اوريكولار برانشز برضو طبعا، وهيدي اوكسيبيتال للسكالب من ورا، وهي كل الحاجات اللي هيعدي عليها الهبل هيديها. اوريكولار هيدي الارك، الاوكسيبيتال للسكالب من ورا، بس هيدي الستايلوماستويد في قد ايه؟ في 40%. فبقى عندي ده 60% هيدي الستايلوماستويد ارتري، وده هيديه في 40%. يبقى ادي البوستير، تعالوا بقى نذاكرهم ايه كومباريزون. الاثنين طالعين من البوستيرير اسبيكت اوف اكسترنال كاروتيد، واحد ماشي على اللور بوردر اللي هو الاوكسيبيتال، واحد على الابر بوردر او بوستير بيلي اوف دايجستريك اللي هو البوستير اوريكولر. طيب ده ماشي ورا الاوركل، ده ماشي ورا الماستويد، الاثنين في الاخر وصلوا للسكالب. طبعا كل ده هيدي كل الاستراكشرز اللي عدى عليه اللي هي الماستويد sternomastoid posterior belly of digastric. المهم في الاخر هيدي stylomastoid في قد ايه؟ في 60%. ده برضو الستركتشرز اللي هيعدي عليه posterior auricular، فهيدي الاوركل، وهيدي occipital للباك اوف سكالب، وهيدي stylomastoid في قد ايه؟ في 40%. الاسندنج فارينجيال اللي هو ده المفروض طالع من الميديال اسبيكت على السايد اوف ذا فارينكس. هو طالع من الميديال اسبيكت ماشي على السايد اوف ذا فارينكس. طيب ادي الاسندنج فارينجيال اهو، ليه برانشز؟ هيدي فارينجيال برانش، هيدي مينجيال، وهيدي انفيرير تيمبانيك. يبقى البرانشز بتاعه الاسندنج فارينجيال طبعا هو فارينجيال، فهيدي فارينكس طبعا فارينجيال، وهيدي مينجيال المينينجيز، وهيدي انفيرير تيمبانيك. طب ما تيجي
طيب الفيرست بارت اهو اللي هو على الميدل كونستريكتور وعمل كاركترستيك لوب وكروس ذا بيل هايبوجلوسال نيرف، اداني برانش اسمه سوبرا هايويد ارتري، ادي السوبر انترنال جاجولار فين. هو الانترنال جاجولار فين ده اصلا كماله السيجمويد ساينس، السيجمويد ساينس عدت من الجاجولار فوسا او الجاجولار فور، ما تيجوا نفتكر كده ايه اللي بيعدي تاني من الجاجولار فوس، اللاست فور كرينيال نيرفز اكسبت ايوه الهايبوجلوسال، الهايبوجلوسال بيعدي من الهايبوجلوسال كانال، يعني 9 اللي هو الجلوسوفارينجيال بيعدي منها، و10 اللي هو الفيجاس بيعدي منها، و11 اللي هو الاكسسوري بيعدي منها، وكمان الانترنال جاجولار. يبقى ايه دول الاربعه ستراكشرز اللي بيعدوا من الجاجولار فوس. نرجع لموضوعنا ان هو كان كماله السيجمويد ساينس عدى من الجاجولار فصة بالشكل ده، في سوبير بالب فوق وفي انفير بالب عند نهايته، والسوبير بالب ماسك في الجاجولار فص، ماسك في المارجنز بتاع الجاجولار فص. يبقى انا عندي رايت وليفت سيجمويد ساينس بقى رايت وليفت انترنال جاجولار، في سوبير بالب وانفير بالب عند البيجينينج والاند. ادي الانترنال جاجولار بعد ما عدى من الجاجولار فصة لاترال للانترنال كاروتيد والكومن كاروتيد، لاترال انترنال والكومن كاروتيد ما بينهم ايه؟ ما بينهم الفيجاس نيرف. انتهى ازاي؟ انتهى باي ميتنج السبكليفيان فين عشان يعمل بريكيو سيفاليك فين. ده حصل فين؟ ورا الميديال اند اوف ذا كلافيكل، المفروض الكلافيكل هنا، ورا الميديال اند اوف ذا كلافيكل الانترنال جاجولار بيقابل السبكليفيان فين علشان يعمل لي البريكيو سيفاليك. طب ما تيجوا نشوف التريبيوتريز بتاعت الانترنال جاجولار ده، اتنين بي اتنين اصحاب اتنين ثايرويد، اتنين بي اتنين اصحاب اتنين ثايرويد، اتنين بي انفير بتروزل ان فارينجيال فينز، اتنين بي من فوق اتنين انفير بتروزل ان فارينجيال، اتنين اصحاب فيشال ولينجوال دول على طول مع بعض، واتنين ثايرويد سوبيريور وميدل ثايرويد. يبقى اتنين بيز اتنين انفير بتروزل وفارينجيال، اتنين صحاب كومن فيشال ولينجوال، واتنين ثايرويد سوبيريور اند ميدل ثايرويد فينز.